بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من الماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل لي جناح؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. هذان الحديثان الصحيحان في السفر والصوم، هل يصوم المسافر أو لا؟ هل عليه جناح إذا صام أم له أجر في ذلك؟ أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى. منهم من قال: يكره الصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: ليس من البر الصيام في السفر. ومن العلماء من أجاز الصيام في السفر لحديث أبي حمزة وغيره من الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وكما قال الراوي للحديث غير هذا قال: إنا كنا في حر شديد وشمس ساطعة، وإنه لم يكن منا أحد صائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة رضي الله عنهم هو الصائم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وبقية الصحابة مفطرون. وفي يوم آخر كان الصوام أكثر فصاموا وناموا لما نزلوا، وأما المفطرون فإنهم نصبوا الخيام وعلفوا الإبل وخدموا الصائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني الأجر حازه المفطرون لأنهم خدموا الصائمين. حديث جابر رضي الله عنه في فتح مكة لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة إلى فتح مكة في رمضان، فصام حتى لم يبق بينه وبين مكة إلا 64 كيلو فقط، 64 كيلو. فقيل له: يا رسول الله، إن الصحابة إن الناس معك أنحكهم الصيام، وعليهم وهل عليهم جناح لو أفطروا غدا، أي مجل أن يقابلوا المشركين بقوة. فأخذ صلى الله عليه وسلم كاسا من ماء إناء فيهما ورفعه للناس بعد العصر في مثل هذا الوقت، وشرب صلى الله عليه وسلم ليريهم أن الفطر أفضل، فأفطروا كثير منهم وبقي بعضهم صوام،
فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعضهم صام قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، هؤلاء يعصون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فالفطر أفضل في هذه الحال، لأنهم غدا سيلقون العدو ويخشى أن يكون فيهم ضعف وأن ينهكهم الصيام، فأمروا بالفطر. فإذا أفطر قائد الجيش وكبيرهم فيحسن أن يفطروا معه ويكونوا قدوة حسنة لرعاياهم ومعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر وصام. وحديث أبي حمزة يقول أنه كثير الصيام، وإنه رزقه في جماله يسوقها بالصوم، ويكثر الصيام ويكثر السفر، فهل عليه جناح لو صام حين يسافر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك، هي الصيام رخصة، الفطر رخصة من الله جل وعلا، رخص بها لعباده، فمن صام فلا بأس، ومن أفطر فلا بأس. وإذا كان الصيام يشق على المسافر فيحسن به أن يفطر، وإذا لم يشق عليه فيحسن به أن يصوم، لأنه يؤدي الفرض في وقته ويصوم مع الناس، ويفطر مع الناس أنشط له وأولى أن يبرئ ذمته بسرعة، بخلاف الصيام إذا أفطر في السفر فإنه يكون عليه دين باق في ذمته. مرادفات الحديث. عام الفتح المراد به فتح مكة المكرمة، وذلك في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. كراع بضم الكاف وفتح عام الفتح سنة ثمان من الهجرة، توفيق من الله جل وعلا لعباده. أن خانت بعض سفهاء قريش فساعدوا بني بكر على بني خزاعة، وبنو خزاعة داخلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر داخلون في عهد قريش، فساعدت قريش بنو بكر على خزاعة، فلذا خانوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقضوا العهد بتوفيق الله جل وعلا لرسوله وأمته وللمسلمين، حيث انتقض عهدهم فأصبح لا عهد لهم. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليفتحها ويأخذها من أهلها بالقوة، لأنه غير صالحين للاستمرار بها، لأنها أفضل البلاد ولا تصلح بأيدي المشركين إلا وقتا يسيرا يعفى عنه لغلبة المشركين. ثم إن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج لقتالهم، فخرج في السنة الثامنة من الهجرة. الاتفاق معهم على أنها تضع الحرب أوزارها 10 سنين، من سنة 6 من الهجرة إلى سنة 16 من الهجرة، و16 يكون توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر، ولم تقر أعينهم بدخول مكة، فعجل الله جل وعلا ذلك وسلط الكفار على نقض العهد فنقضوه، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وفتحها عنوة من الكفار. بعدما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نفجعها، لأنها هي التي نقضت العهد، ففجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة، ما كانوا يظنون أنه ينتقم منهم صلى الله عليه وسلم، فانتقم منهم فافتتحها الله جل وعلا لرسوله وللمسلمين سنة 8 من الهجرة. والعهد الذي بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان 10 سنين لكنها فتحت في السنة 8 والعهد بينهم في السنة 6 فكان العهد استمر 1 سنة ما كمل 2 بتوفيق الله جل وعلا. نعم. كراع بضم الكاف وفتح الراء المهملة ثم ألف آخره عين المهملة كراع كل شيء طرفه والكراع ما سال مستطيلا من أنف جبل أو حرة جمعها كرعان. كراع الغميم هناك جبل مستطيل يسمى كراع الجبل المستطيل طرفه يسمى كراع وهو في منطقة يقال لها الغميم أي عسفان مسمى حاليا عسفان لما وصل صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى عسفان أفطر وأمر الناس بالفطر وأفطروا بعد العصر ما قال عليه الصلاة والسلام ما بقي إلا يسير من هذا اليوم بل أفطر بعد العصر يشعر الناس أن الفطر في هذه الحال أفضل وأولى. نعم. الغميم بفتح الغين المعجمة وكسر الميم ثم ياء ساكنة آخره ميم وكراع الغميم واد على طريق مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يبعد عن مكة 64 كيلومتر ويعرف عند أهل تلك الجهة ببرقاء الغيم وهو وادي عسفان وينتهي مصبه في البحر الأحمر في شمال الغربي من جدة. أولئك العصاة جمع عاص والعاصي هو المخالف للأمر الخارج عن الطاعة وسماهم عصاة لأنهم شددوا على أنفسهم ولم يقبلوا الرخصة. قدح بفتحتين هم شددوا على أنفسهم وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رغبته في الفطر لهم والراحة عليهم لكنهم امتنعوا فيقال عصاة عصوا الأمر أمر القائد وليسوا عصاة لله تبارك وتعالى بل هم مسلمون بررة أتقياء رضي الله عنهم. قدح بفتحتين هو إناء يشرب فيه الماء ونحوه. قدح إناء مثل الطاسة مثل طاسة أو كاسة أو كذا. أولئك العصاة كررها تأكيدا لزجرهم عن مخالفة الحكم الذي بالغ في بيانه برفع الإناء حتى يراه الناس فيبادروا إلى الامتثال والأخذ بالرخصة. عليه الصلاة والسلام رفع الإناء على بعيره وهو على بعيره والناس ينظرون إليه بعد العصر فشرب من الإناء دليل على أن الشرب والفطر في هذه اللحظة أولى وإن كان قد مضى جل النهار لكنه شرب صلى الله عليه وسلم ليشعرهم برغبته في الفطر. شق بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف ويقال شق يشق شقا ومشقة من باب قتل صعب عليه الأمر واشتد والمعنى تكلفوا من الصيام في الحر. مفردات الحديث هي رخصة الضمير عائد إلى حديث حمزة بن عمر بن أسلمي. مفردات حديث حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أفلاه. وعن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. مفردات الحديث رضي الله عنه هذا جمال على بعيره يشيل يحمل الناس ويحمل أمتعتهم بالكروة والأجرة وهو مصدر رزقه رضي الله عنه
فكان يرتزق بهذه الجمال فيقول إني أسافر كثيرا وأحب الصيام كثيرا، فهل يمكنني أن أجمع بين السفر والصيام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. مفردات الحديث هي رخصة، مفردات الحديث هي رخصة، الضمير عائد إلى معنى السؤال أنت باعتبار الخبر، والرخصة لغة التسهيل في الأمر والتيسير، واصطلاحا ما جاء على خلاف دليل شرعي لعارض راجح. لعارض الراجح هذه الرخصة، الرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي. الدليل الشرعي أمر بالصيام، الدليل الشرعي وجوب صيام رمضان، والرخصة جاءت على خلاف ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر، فيؤخذ منها أنه لا إثم في الفطر والحمد لله، فهي رخصة، والرخصة التسهيل من الله جل وعلا على عباده. نعم. ما يؤخذ من الحديثين، أولا الحديثان يدلان على جواز الفطر من صيام شهر رمضان في السفر وأنه رخصة، كما تدل على ذلك الآية الكريمة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاليسر والسهولة على العباد من مقاصد الرب تبارك وتعالى في أمور الدين، هو يحب أن يخفف على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكل ما كان أسهل على العبد فهو أيسر وأحب إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا غني عن العباد ولا حاجة له في تعذيبهم وإزهاق أرواحهم وإتعابهم، وإنما هو يحب أن يمتثلوا أمره جل وعلا. نعم. ثانيا كما يدلان على جواز الصيام في السفر وصحته وإجزائه عن صاحبه إجماعا، فقد رخص أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على من صام في السفر أن صومه صحيح، ما أحد من العلماء قال إن صومه ليس بصحيح، بل يقال صحيح ومجزم عن صاحبه، لكن أيهما أفضل له، الفطر أم الصيام؟ كما يدلان على جواز الصيام في السفر وصحته وإجزائه عن صاحبه إجماعا، فقد رخص لحمزة الأسلمي في الصيام والفطر. ثالثا أما قوله لمن لم يفطر أولئك العصاة ومخالفتهم وعدم امتثالهم أمره بالإفطار في حال يتعين عليهم، لما جاء في بعض ألفاظه أنه قد شق عليهم الصيام. رابعا يستحب لمن هو قدوة في الأعمال الشرعية وهم العلماء وأهل الدين أن يبينوا للناس الأحكام الشرعية في أقوالهم وأعمالهم ليكونوا قدوة في ذلك، وليحصل بهم التأسي وراحة الضمير عند العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى ينظر الناس إليه فشرب. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الفطر بقوله وفعله، رفع الإناء حتى يراه الناس، ما هذا الإناء الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، رآه الناس كلهم فشرب صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، فيؤخذ من هذا أن الداعي إلى الله جل وعلا يستحب أن يدعو إلى الله بقوله وفعله، ما يقول شيئا ويخالفه في الفعل، لا، بل المستحب أن يقول قولا ويفعل مثله جل وعلا للعبد، يعني يحب من العباد أن يجتهدوا في الطاعة وأن يعملوا الصالحات وأن يدعوا إلى الله على بصيرة، ولا يخالف القول الفعل، ما يدعو إلى شيء ويخالفه في فعله. نعم. خامسا يدخل وقت رخص السفر التي منها الفطر في نهار رمضان إذا شرع في السفر وفارق عامر بلده. سادسا وللعلماء تقييدات في السفر
الذي تباح فيه الرخصة بالمسافة والمدة والإباحة. أما الشيخ تقي الدين فيقول إن الشارع ذكر السفر وأطلقه بدون ذكر المسافة ولا المدة، وجعل ذلك راجعا إلى العرف، فأي سفر في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم تلك الأحكام والرخص، والتحديد لم يثبت بها نص ولا إجماع ولا قياس، وليس مع المحددين حجة. يقول المؤلف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام والفطر بالسفر، وإنما ما عد سفرا فهو مسافر، وما لم يعد سفر فليس بمسافر. مثلا إذا ذهب أحد لإبله في مكان ما وإن كانت بعيدة، لكن ذهب بسيارة مسرعة ورجع في نفس اليوم أو بعد الظهر، فهذا لا يقال له سفر. وأما إذا سافر واستعد وأخذ المتاع وأدوات السفر فهذا يعتبر مسافر وإن كان 40 كيلو أو أقل. ولا يشترط على الصحيح إباحة السفر، بل تؤتى الرخصة في سفر الطاعة، سواء كان السفر سفر طاعة أو سفر مباح أو سفر معصية، كله يرخص فيه الصيام والفطر. سفر الطاعة كسفر الحج والعمرة، والسفر المباح كسفر التجارة والنزهة، وسفر المعصية كسفر الخروج لقتال المسلمين ونحو ذلك من الأمور المحرمة، كلها يجوز فيها الفطر والصوم. نعم. لا يشترط على الصحيح إباحة السفر، بل تؤتى الرخصة في سفر الطاعة والمعصية، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الموفق والشيخ تقي الدين. قال شيخ الإسلام: أجمع الأئمة على جواز الصيام والفطر في نهار رمضان للمسافر، واختلفوا في الأفضل منهما. فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الصوم لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة أفضل، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تؤوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. وذهب الإمام أحمد: إذا كان الصيام لا يشق عليه وهو يؤدي الواجب بهذا الصيام ويصوم مع الناس ويفطر مع الناس فهو أولى له أن يصوم. أما إذا كان الصيام يشق عليه ويحتاج إلى طعام حال السفر، ويحتاج إلى أن يأكل لينشط على سفره لأن السفر شاق، فينبغي له أن يفطر ولا يشق على نفسه. وذهب الإمام أحمد وأصحابه إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحقه مشقة، لما في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، وحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، رواه أحمد. فوائد: الأولى، جاءت هذه الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة، فقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما كان السفر غالبا فيه مشقة خفف فيه فرخص الله تعالى الفطر في نهار رمضان، فهي رخصة يستحب التمتع بها لأنها من رخص الله التي أباحها الله فضلا منه وإحسانا على خلقه ويحب أن تؤتى. الثانية، استحباب الفطر للمسافر في نهار رمضان. وأما صيام يوم عرفة في السفر وعاشوراء فنص الإمام أحمد على استحباب صيامه، لأن يوم عرفة لا يعوض بخلاف شهر رمضان، فإذا أفطر في شهر رمضان وممكن أن يصوم في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي أي يوم من أيام السنة يؤدي الواجب. أما صوم يوم عرفة وصوم يوم عيد صوم يوم العاشوراء فهذا يسحب، وإذا كان المرء مسافرا فيسحب له أن يصوم حتى وإن كان مسافرا لأنه يفوت عليه، فصوم عرفة لا يقضى، وكذا صوم يوم عاشوراء لا يقضى. نعم. ثانية، استحباب الفطر للمسافر في نهار رمضان. وأما صيام يوم عرفة في السفر وعاشوراء فنص الإمام أحمد على استحباب صيامه،
وهو قول طائفة من السلف، ولعل الفرق بين رمضان وهذين اليومين أن رمضان إذا فاتت أيامه قضى صومه بخلاف عرفة وعاشوراء فلا يقضى الصيام بفواتهما. الثانية قال الشيخ: ويفطر من عادته السفر كصاحب البريد والمكاري والملاح إذا كان له بلد يأوى إليه. يعني سواء كان السفر غير معتاد لهذا الرجل أو أن دأب عمله كله في السفر في البريد وفي الرسائل وفي الذهاب والإياب وفي التجارة أو في حمل الناس أو نحو ذلك، ورعى السيارة سيارة الكرة والتكس ونحو ذلك، يعني هؤلاء لهم الفطر ولهم الصيام، حتى وإن كان جل أيامهم سفر فلا بأس أن يصوموا ويفطروا، فإن أفطر فلا حرج. نعم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: إذا كان الإنسان المسافر يحمل أهله معه أو ليس له أهل فإنه يلزمه الصيام، لأن سفره هذا غير منقطع، وإن كان له أهل ولكن لا يحملهم معه فهو يخير بين الصيام والإفطار. إذا صاحب السفينة أو صاحب الباخرة مثلا يكون معه أهله في غرفة من غرف الباخرة، هؤلاء هذا كل جل وقت كل مسافر، فالأولى له أن يصوم لئلا يفوت عليه رمضان، بخلاف من كان يسافر في الباخرة أو في اللنش أو في شيء ما أو في سيارة ويعود إلى أهله، فهذا له أن يصوم وله أن يفطر. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا كان الإنسان المسافر يحمل أهله معه أو ليس له أهل فإنه يلزمه الصيام، لأن سفره هذا غير منقطع، وإن كان له أهل ولكن لا يحملهم معه فهو يخير بين الصيام والإفطار. نعم. خلاف العلماء، اختلف العلماء في حكم صوم رمضان في السفر على ثلاثة أقوال، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الصوم أفضل، واستدلوا على ذلك بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أسرع في إبراء الذمة، وأنه أيسر أداء إذا صام والناس صائمون. وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أولى وأن الصوم مكروه. الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم يرون الصيام أفضل لأن فيه المسارعة إلى براءة الذمة والنشاط مع الناس، يفطر معهم ويصوم معهم وغير ذلك من الأمور أولى له من الفطر في رمضان وفي السفر. الإمام أحمد رحمه الله يقول: الأخذ بالرخصة أولى، الأخذ بالرخصة التي يحب الله جل وعلا أن يؤخذ بها فلا بأس أن أخذ بها وهو أفضل له، لكن عند الجميع الصيام جائز والفطر جائز بحمد الله. نعم. وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أولى وأن الصوم مكروه، وعللوا ذلك بأنه رخصة من الله تعالى، ينبغي للمسلم أن يسارع إلى قبولها والتمتع بها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. وذهب بعض العلماء إلى جواز الأمرين، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث جابر قال: سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم بعضا. وقالت طائفة من العلماء: أفضل الأمرين أيسرهما عليه، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وعدم كراهة أحدهما أرجح ما لم يكن في الصوم مشقة كبيرة أو كان يمنع من القيام بأعمال فاضلة في السفر، فحينئذ الفطر يكون أفضل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار فسقط الصائمون وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري ومسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفهمنا من هذا من أقوال العلماء رحمهم الله أن من صام في السفر فلا بأس عليه، ومن أفطر في السفر فلا بأس عليه،
وقد اجتمع الصيام والفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هو الذي صام مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، والأمر فيه سعة ولله الحمد. فنقول للمرء إن شق عليك الصيام في السفر فالأفضل لك أن تفطر، ويجوز لك أن تصوم حتى لو شق عليك. ونقول للآخر إن كان الصيام أقل تعبا ولا تتعب به كثيرا فصيامك مع الناس خير، والأمر فيه سعة والحمد لله. والمسلمون ينبغي أن يتآلفوا ويتحابوا ويكرم بعضهم بعضا ولا يلوم بعضهم بعضا لا على الفطر ولا على الصيام. يقول السائل: هل صلاة التهجد لا يجوز صلاتها لأنها محدثة أو أصليها مع الناس؟ لا يا أخي، ليست محدثة. صلاة التهجد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليلتين أو ثلاث، ثم إنه تأخر في الليلة الرابعة وقال: خشيت أن تكتب عليكم فتعجزوا عنها. فينبغي للإنسان أن يحرص عليها، لأن المحذور الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأجله كان ارتفع، الآن ما في ورد ولا في شيء يفرض، لأنه انتهى الشرع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما شرع وقد انتهى وما لم يشرع وقد انتهى. فيستحب للإنسان أن يصوم أو أن يتهجد بالليل، لأن الله جل وعلا ورضه على رسوله صلى الله عليه وسلم واستحبه في حق هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فقد كتب له قيام ليلة. لما قال الصحابة رضي الله عنهم لما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرب السحور، قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه صليت بنا؟ قال: أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول السائل: هل من علامات ليلة القدر أن ليلتها تفتح السماء ويظهر نور فيها؟ لا، ليس كذلك، وإنما ليلة القدر يشرح الله جل وعلا صدر بعض عباده لأن هذه ليلة القدر. وليلة القدر قالوا من علاماتها الحسية أن الشمس تطلع صبيحتها وليس لها شعاع، يعني لأن الملائكة تكون في السماء إلى الأرض ويحجبون شعاع الشمس فتظهر الشمس ولا شعاع لها، وهي توفيق من الله جل وعلا لبعض عباده يشرح صدره بأن هذه ليلة القدر فيجتهد في الدعاء والعبادة. وعلى العبد أن يجتهد في جميع رمضان، في جميع ليالي رمضان يجتهد في الطاعة لعله يصادفها، كما قال بعض العلماء: من قام كل ليلة صادف ليلة القدر، ومن قام كل ليلة من شهر رمضان صادف ليلة القدر، ومن قام كل ليلة من العشر الأواخر من رمضان صادف ليلة القدر، سواء علم بها أو لم يعلم، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين التراويح والتهجد؟ نعم يا أخي، التراويح في أول الليل والتهجد بعد النوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. التهجد لا يكون إلا بعد رقدة التي هي ناشئة الليل، فكلها خير، وإذا قدر عليهم الإنسان فحسن، وإذا لم يقدر فعليه أن يجتهد في التهجد الذي هو أولى وأفضل.
يقول السائل: اليوم فوجئت بشباب يأكلون جهارا بنهار رمضان في سوق مجاور للحرم، فلم أتمالك نفسي حتى ضربتهما، فضربتهما ولم يجرؤ أحد على نصحهما، وحصلت مضاربة بيني وبينهم، فما نصيحتكم؟ أخي، أنت على غيرتك هذه تشكر، وأرجو الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على طاعته وأن يعيننا على ذلك. لكن الغيرة أخي عليك أن تنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنصيحة لمثل هؤلاء أولى، لأن المضاربة لا تفيد، قد يعاندونك ويأكلون جهارا، وقد يتركون الأكل الآن ثم يستمرون بالأكل، لكن في النصيحة أولى، النصيحة لعلها تؤثر فيهم بإذن الله فيكون أدعى للقبول وأولى. يقول السائل: من خلع إحرامه قبل الحلق بنية التحلل ناسيا، عليه أن يبادر بالحلق، وإن خلع ملابسه أولى وحلق بعد ذلك فهذا أولى، وإن بادر بالحلق جهلا أو نسيانا فلا بأس عليه. يقول السائل: هل للمرأة اعتكاف؟ هل للمرأة اعتكاف؟ نعم، المرأة تعتكف، اعتكف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمرأة تعتكف وتبتعد عن الرجال، إما أن تتخذ صفة ستر لها يسترها، أو تبعد عن الرجال ولا تنام بينهم. يقول السائل: ما حكم شراء أرض بالأقساط عن طريق الدولة وبها شرط عند التأخير يتم احتساب فوائد حسب فائدة البنك المركزي؟ إذا لم يكن بذلك فوائد فلا بأس، شراء الأرض من الدولة أو من غيرها بالأقساط حسن، لكن لا يكون بذلك فوائد، إنك إن سددت صارت كذا، وإن تأخرت صارت كذا، وهكذا تنتقل القيمة من عرض إلى عرض آخر، لا، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام محارمها بملابس مجسدة للجسم؟ لا يا أخي، لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام محارمها ولا غيرهم بمظهر تظهر حاسن جسمها، وإنما عليها بالستر والبعد عن إظهار المحاسن للمحارم وغيرهم. يقول السائل: هل الكلام اليسير في أمور الدنيا يؤثر على الاعتكاف؟ نعم يا أخي، المعتكف يخلو مع الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا يتحدث بشؤون الدنيا، يجعل همه ونظره كله بشؤون الآخرة، والذكر والصلاة وقراءة القرآن وهكذا، فإذا صرف اعتكافه لشأن من شؤون الدنيا فقد أفسده. يقول السائل: سعيت بين الصفا والمروة وحسبت الذهاب والعودة شوطا واحدا، أي سعيت 14 شوطا، هل علي شيء؟ ينبغي لك أخي أن تتفقه في دين الله قبل أن تعمل العبادة، ولا تعملها جزافا لا تبالي، بل عليك أن تسأل، لكن ما دام فعلت هذا جهلا أو نسيانا فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز طلاق السكير لزوجته؟ هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، أحيانا يجتهد القاضي فيلزمه بالطلاق لأنه مستهتر وغير مبالي، وأحيانا لا يلزمه بالطلاق ويحرم السكر، يحرم على المسلم أن يسكر، لأنه إذا سكر صار جاهلا، صار خرافيا، صار كالمجنون والعياذ بالله، ولا يجوز للمسلم أن يشتري الجنون لنفسه بالدراهم والدنانير. قيل لشيخ من شيوخ العرب كبير في السن وكبير القدر عندهم: ألا تشرب الخمر؟ قال: لا أشربها، لا يجوز لي أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، لأن الخمر تجعل العاقل بمثابة السفيه.
يقول السائل: أنا تاجر ورأس مالي 1,000,000 ريال واشتريت مصنعا ب1,500,000 ريال، علما أن تسديد المبلغ على 6 سنوات، كيف تكون زكاتي؟ زكاتك على حسب المال الذي بين يديك، سواء كان كله لك أو لم يكن، على قول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله، لأن بعض العلماء يرى أن الدين لا يسقط الزكاة عن المرء، وبعضهم يرى أن الدين يسقط قدره من الزكاة. يقول السائل: هل يجوز الإحرام بنية العمرة من مسجد التنعيم؟ جواز الإحرام من التنعيم هذا جائز بالإجماع، يعني من الحل، لكن ما ينبغي للإنسان أن يحرم من التنعيم وقد جاء بعمرة قبل 2 أو 3، لا، وإنما إذا طالت إقامته في مكة وخرج إلى الحل، سواء التنعيم أو عرفات أو غيرها من الأماكن، فلا بأس أن يحرم منه. يقول السائل: حال الحول على محل عندي ولم أزكه، وذلك قبل 3 أعوام لجهلي، فهل أخرج زكاته الآن؟ نعم يا أخي، الزكاة دين على العبد للفقراء والمساكين، يجب عليه أن يتبرى من هذا الدين ويعطيهم حقهم في ماله، فالله جل وعلا جعل الحق على الفقراء على الأغنياء في أموالهم الزكاة، فيجب على الإنسان أن يبرئ نفسه من زكاته، فإذا لم يبرئها فالخطر على ماله كله، أي مال خالطته الزكاة أفسدته، يعني أهلكته، يذهب المال ويذهب تذهب الزكاة معه والعياذ بالله. يقول السائل: قالوا أن الشياطين تسلسل في رمضان، فبماذا الذنوب والمعاصي؟ الناس يساعدون الشيطان ويبحثون عنه ويؤونه ويأخذون بأقواله واعترافاته ودعوته لضلالا منهم وجهلا، فالخطر على المرء الذي يطيع الشيطان. يقول السائل: أنا قدمت من مصر بنية عمرة لوالدي وقد أتممتها، والآن أرغب في عمل عمرة عن نفسي، فمن أين أحرم؟ إذا خرجت من مكة إلى أي جهة، للمدينة أو للطائف أو لجدة، ونويت الرجوع إلى مكة فترجع إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت، ولا تخرج للتنعيم الإتيان بعمرة أخرى وقد أديت العمرة قريبا أيها الأخ. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.